أول خوف يكون عند أي مواطن هو المسألة الأمنية، واللي يمكن عم تناقشوا بجلسة أمنية التدابير الأمنية للأعياد. في على الأقل 25,000 عسكري حينتشروا على الطرقات كل فترة الأعياد وبالأماكن اللي لازم ينتشروا فيها، أولا بمناسبة عيد الميلاد على كل الكنائس بدون استثناء، وهون عم نحكي عن حوالي 1200 كنيسة موجودين، وحيتكون الإجراءات ممتازة بالإطار الأوسع الجيش وبالإطار المتوسط قوى الأمن، وحتى داخل أماكن العبادة حيكون في ناس طبعا مش عسكريين معنيين بالمسألة الأمنية، وهذا كتير بيريح. وفي يعني إجراءات بتتعلق برأس السنة العلاقة بالسير وبالتشدد بمنع الناس تسوق وقت اللي تشرب، وبالانتشار على الطرقات الرئيسية وأماكن السهر والفنادق، أخذين كل الاحتياطات إن شاء الله ما بيصير شيء. بمناسبة هيدي الأعياد وخصوصا صار في حدث أمني يمكن خض الجميع، هي حادثة البريطانية الموظفة بالسفارة البريطانية ريبيكا دايكس، وخاصة أنه كمان تعلقت بوسيلة نقل أوبر. ست يمنى، حذرنا المواطنين، أنا سبق وحذرت، وفي مبالغة بتناول هذا الموضوع. أولا القاتل ثبت انه له سوابق، سجن 6 أشهر بتهمة سرقة، معرض الان هو يحاكم بقضية مخدرات، وهذا دليل عدم يعني جدية بالتعامل مع وثائق السجل العدلي او المعلومات عن هذا السائق او غيره، انا ما بعرف مين السائقين الباقيين. بطبيعة الحال لازم يكون في يعني مسار قانوني بهذا الموضوع، عم نتابعه أنا وزير العدل لنشوف تماما يعني شو بينعمل أو شو ما بينعمل بهذا الموضوع. هل فعلا حيكون في انتخابات بالمدة اللي حددتها هي بستة أيار؟ حيكون في انتخابات؟ جواب نعم، وأكيد ما في أي سبب ولا في رغبة عند أي جهة سياسية بتأجيل الانتخابات، ولا في قدرة حتى عملية ولا قانونية ولا دستورية ولا نيابية لأي جهة من الجهات السياسية أن تتحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات. قد يكون هناك تعديلات بسيطة على الانتخاب القانوني النسبي الجديد، هي مسألة بدها توافق بين القوى السياسية. بالقانون الحالي إذا ما في أي إضافة ولا أي اقتراح إضافي، في مادة واحدة الـ 84 اللي بتعلق بالبطاقة المغنطة اللي هي خاضعة للنقاش، لأنه في مواد أخرى بتحكي احتياطا، وهذا صراحة بفضل اقتراح الرئيس بري، عن إمكانية التصويت بواسطة بطاقة الهوية أو الباسبور الصالح. هل الضغط الدولي هو الثبات للإبقاء على الانتخابات والقيام بها بوقت المناسب؟ لا، في رغبة دولية عارمة بإجراء الانتخابات بستة أيار، وهي جزء من اعتبار المجتمع الدولي أنه الاستقرار بلبنان ثابت ومستمر، لأنه العملية الديمقراطية بتأكد الاستقرار. كمان بنفس الانتخابات، عودة الحديث من قبل وزير الخارجية عن الميجا سنتر والتسجيل المسبق، كيف حتتعاطوا مع هذا الموضوع؟ وهل في قبول يعني من عندكم أو إمكانية بأنه يتم؟ أولا لازم نعترف بأنه تصويت بمكان السكن والميجا سنتر اللي بده يتم فيها التصويت هي خطوة إصلاحية، ما فينا ننكر هذا الشيء. هل في إمكانية خلال الوقت القصير المتبقي على تطبيق هذا الموضوع؟ أولا هذا بيحتاج أيضا لتعديل في القانون، هذا مش موجود بالقانون. أوكي يعني الأمر الثاني، نحن عم ندرس فعليا مش بس الجانب القانوني، عم ندرس فعليا إمكانية العملية لإنشاء 8 مراكز بين طرابلس وصيدا على الخط الساحلي، قديش بدهم وقت، قديش متوفرين. كنا عاملين 4 اجتماعات حول هذا الموضوع، لسه بدنا نحتاج ل 48 ساعة بعد لنقرر إذا كان في. معظم الأحيان أنه حضرتك من الوزراء القليل، أنه الوحيدين اللي عم بيقولوا له لجبران باسيل لا أو ما بتزبط،
لا بهذا الموضوع يعني. لا عم بحكي بشكل عام. لا لا ملا في كان في خلاف سياسي مش خلاف تقني. لأن نحن عم نناقش خطوة إصلاحية بالانتخابات. قديش بنقدر نطبقها هذا اللي عم ندرسه. ما في شيء بالمطلق يعني ما إنه خلاف شخصي. حضرتك حتكون مرشح للانتخابات النيابية 2018؟ بعتقد إيه نعم. جواب نعم. بعتقد إيه؟ نعم جواب نعم. يعني الحقيقة ما كتير فكرت بالموضوع بس الجواب الطبيعي نعم.